الرئيس الحالي نتاع السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات راه خدا قرار ومضاه على أساس تكون فيه قوائم احتياط تؤخذ بعين الاعتبار لما يجي الوقت الرسمي نتاع مراجعة الانتخابات. ابتداء من الأسبوع المقبل إن شاء الله ممكن يتصلوا بالقنصليات يسجلهم مؤقتا مش في القائمة الرسمية، في قائمة احتياطية، وهو على الدور نتاع القنصلية هي اللي من بعد تدمجهم في القائمة. المواطن منين يعطي منين يسجل نفسه خلاص.